ليوسف قادر رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، أب لطالبة تدرس في أوكرانيا مستوى السنة الرابعة هذا الموسم الدراسي. بخصوص امتحان الولوج إلى الجامعات الخصوصية المجرات يوم أمس السبت 24 سبتمبر 2022، هذه الامتحانات نعتبرها في الجمعية الوطنية احنا عندنا موقف من هذا التعليم الخصوصي، هو أننا أولا نرفضه جملة وتفصيلا بمخرجاته التي جاء بها السيد وزير التعليم العالي، لكن لا يمنعنا ذلك من إبداء بعض الملاحظات بخصوص الظروف اللي دازت في هذه الامتحانات. أول شيء يمكن أن نلاحظه أن الأقسام التي أجريت في هذه الامتحانات هي سبع أقسام، بل هناك ست، هذه ملاحظة أولية. ثم المناهج الدراسة تاع الطلبة لم يراعوا مناهج التدريس في الجامعات الأوكرانية، وبالتالي كانت هذه الامتحانات هو صفر كوسيام و 100 سؤال في ظرف ساعتين، عبارة عن دي بياج لابريفياسيون تاع المصطلحات. كان بالأحرى أن يعطي مصطلحات كاملة تامة حتى يستوعبها الطالب للجواب، والحال أن الطلبة تاع المغاربة في أوكرانيا لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية أو الروسية أو الأوكرانية. مهم، هذه المسائل كلها لم يتم مراعاتها. ثم أن هناك من الطلبة لم يتسجلوا في هذه البلاتفورم الثانية أو الثالثة، وجدوا أسماءهم مضمنة في هذه البلاتفورم الثالثة وغيستاجوا امتحان، وهما رافضين أصلا يدوزوا هذه المباراة تاع الإحالة على الجامعات الخصوصية. يعني هناك تخبط، وزارة التعليم العالي تعيش حالة من التخبط، حالة عدم وضوح الرؤية، يعني ما عندهمش واحد الآفاق، يعني بعد النظر وتصور مستقبلي متكامل، والحال أنه هذا التخبط اللي نعيشه حاليا في هذه الامتحانات الولوج إلى الجامعات الخصوصية تيزيد يوضح لنا بأن الوزارة ما عندهاش واحد الرؤية، ما عندهاش واحد بعد النظر لإيجاد حلول ناجعة للطلبة العائدين من أوكرانيا. وخلينا اختيار للآباء والأمهات والطلبة الحرية لمن أراد أن يلجا إلى الجامعات الخصوصية. يعني احنا غير معنيين بالتعليم الخصوصي في الجمعية الوطنية لا من قريب ولا من بعيد. أملنا كما أننا نتمنى أن يدمجوا وليداتنا الطلبة في الجامعات العمومية، وهذا باقي تركزوا عليه، ما يعني ما دامت أن الحرب في أوكرانيا ما زالت دائرة، وأن الأفق يلوح إلى التصعيد بين روسيا وبين أوكرانيا، والطلبة يعني على الرغم بأنه كاين وعود لدرس التعليم عن بعد، والدراسة الدراسات تكون على مستوى التدريب تكون على مستوى وطني، لكن لا زلنا متخوفين من هذه الحرب. ثم نقطة أخرى ينبغي أن نشير إليها، السيد وزير التعليم العالي يرفض الإحالة تاعنا على التعليم العمومي، ويدعي بأنه هذا التعليم العمومي غير يعني قابل لاستيعاب هاد الطلبة، يعني لي طرافو براتيك يعني يستحيل يديروها على اعتبار أن كاين اكتضاد الطلبة تاع الداخل، ما تيوجدوش أماكن باش يديروا الدراسات التدريب الميدانية، والحال أن السيد وزير التعليم العالي في التصريح تاعو باش حالنا ضمن قالنا بأنه غنعترفوا بالدراسة عن بعد، وقالنا غنوفر لكم التدريب الميدانية. هذا تناقض، يعني في الأول كنت يقول لك أنه يستحيل يعني الطلبة تاع الداخل ما تيوجدوش أماكن في التدريب، والحال أنه يعترف مرة أخرى تيقول بأنه يعني نوفروا لهم التدريب الميداني. هذا تناقض صارخ. تنقول من هذا المنبر، تنقول بأن السيد وزير التعليم العالي باعتبار وصي على القطاع ورئيس الحكومة برمتها يعني يتحملون كامل المسؤولية في هذا الملف، لأنهم لم يريدوا أن يضعوا حلا نهائيا لهذا الملف الذي أقرأ الجميع، يعني كنا ولنا الشغل الشاغل تاعنا هو هذا المستقبل تاع الطلبة تاع العائدين من أوكرانيا. يعني على الحكومة وعلى السيد وزير التعليم العالي أن يتحمل مسؤوليته كاملة في إيجاد حلول ناجعة للطلبة. يعني حاليا تبقى لنا إلا هو ركزوا
كجمعية وطنية في إطار هذا السد اللي يدعونا السيد وزير التعليم والحكومة برمتها بأنه يستحيل الولوج إلى جامعات العمومية، تيبقى لنا منفذ واحد هو أننا نتشبتوا بهذوك الناس اللي هما تعطيو لوليداتنا أهمية وقيمة كبيرة، هما الجامعات الأوكرانية اللي هما تسهروا على الرغم من الحرب، تسهروا ليل نهار في تلقين الدروس لأبنائنا وتحرصوا على تتبع مسارهم الدراسي، وحنا ما يمكننا إلا نشكروا الجامعات الأوكرانية والقائم على أعمال السفارة الأوكرانية، لأنه مؤخرا راسلناه في يوم 22 سبتمبر 2022 مراسلة نطلب منه الجلوس إلى الطاولة لبدأ حل مجموعة من المشاكل، وجاوبنا في نهار 23 وقالنا احنا مستعدين نجلسوا بعد العودة تاعهم من أوكرانيا، راه دابا ما كاينش في أرض الوطن، يعني بعد 20 أكتوبر غير يكون في أرض الوطن، وبالتالي يوجدونا واحد اللقاء للتحاور لحل المشاكل المتعددة التي يعاني منها الطلبة المغاربة سواء في أوكرانيا في علاقتهم مع الجامعات أو ما إلى ذلك. من خلال آخر لقاء اللي كان معنا مع السيد وزير التعليم العالي يوم 29/8/2022 شرنا لهذه النقطة وقلنا له السيد وزير التعليم العالي مشكور، الطلبة راه دابا واخا غيدرسوا عن بعد وليطرابو براتيك كما قلتوا غتلتزموا وتوفروا هنا، الحرب باقا دائرة ويعني يستحيل أنه في أي وقت يتم التصعيد. ماذا أجابنا؟ أجاب بأنه لكل مقام مقال، يعني حاليا ناخذ هذا الشيء اللي كاين ومن لا تطورت الحرب ولا شي حاجة ونشوفوا حلول. نحن نقول هذا هو العبث. لماذا العبث؟ لأنه ما دامت الحرب دائرة وغير متوقفة، يعني لابد من إيجاد حلول آنيا لهذا الوقت. والحال أنه هاد الدعاءات تاع السيد وزير التعليم العالي وهذا من شهر جوج والبلاتفورم الأولى والبلاتفورم الثانية ما هو إلا مزيد من ربح الوقت وتمرير المخطط اللي هو رسمه والذي أراد من أجعل هاد الملف ملف إداريا. ونحن نقول إنه ملف، هذا الملف هو ملف قضية وطنية برمتها، والحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية في هذا الملف باعتبار أن السيد وزير التعليم يحمل حقيبة سياسية وباقي الوزراء. فعلا الطلبة حاليا من خلال المواقف تاع السيد وزير التعليم العالي هو فعلا يضع الطلبة في مواقف متعددة، إما أن يقبل بالتعليم الخصوصي لمن أراد بالسقف العالي تاع المبالغ اللي هي تصل الى 130 ألف درهم، والحال ان المؤدي في الجامعات الخصوصيه الجامعات في اوكرانيا هو 50 ألف درهم، هناك اقل بكثير. ثم اللي ما استطاعش يولج الجامعات الخصوصيه او تتبع التعليم العالي يكون عرضه للشارع، وهذا الشيء من دابا كاين مجموعه من الطلبه لان حالتهم النفسيه ولات متدهوره ولاو يعني ما بقاوش يضبطوا الاعصاب تاعهم وذاكرتهم، راهم عرضه للتشرد حاليا داخل ارض الوطن، بل هناك من رجع من اوروبا وكان يطمح في ايجاد مقعد في التعليم العمومي هنا ولم يستطع الدوله تاعو توفر له ودار فيزا ترانزيت ورجع لاوروبا، راهم حاليا تعيشوا حاله تشرد، مواطنين مغاربه طلبه مغاربه دكاتره راهم تعيشوا حاله تشرد في دول اوروبا. هذا وليداتنا، يعني هذا المغرب في امس حاسه لمثل هذا النوع من الطلبه ودكاتره المستقبل، لانه احنا في على الصعيد الوطني نعاني من خصاص مهول في الدكاتره، وبالتالي هاد الوليدات هادو واجدين يعني ومن هون يعني كاين اللي باقي له سنتين او اقل، بل من هناك من الدكاتره تاع التخصص يعني الطلبه واجدين خصهم تفتح لهم الدوله تاعنا ايادي تاعهم، والحال ان ذلك لم يتاتى لهم في البلاد تاعهم. السيد وزير التعليم العالي في خرجته بانه تيقول بانه تعجبوه الشيخات او الى غير ذلك من في هذاك الحوار اللي سمعنا له جميع المواطنين المغاربه. نقول للسيد وزير التعليم العالي احنا لا كانوا تعجبوك فعلا هاد الشيخات، هذاك الحريه الشخصيه تاعك ماشي مشكل، ولكن انما باعتبارك تتحمل واحد المسؤوليه سياسيه ومسؤوليه حكوميه ينبغي
أن تركز اهتمامك على الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا قصرا، وحل هذا الملف بما يخولك القانون. ولا ما كنتيش قاد السيد وزير التعليم العالي في الأول وتدابر راه باقي الحال، يعني ادعو وضع الملف امام المجلس الحكومي، امام الحكومه، وخليها هي تقرر فيه. لكن انت ما قادرش تدبر هذا الملف وتجد حلول ناجحه لهذه الطلبه، يعني ارمي الكره للحكومه وتحمل مسؤوليتها في هذا الاطار. وحنا ندعو من هذا المنبر بانه تنقول بانه السيد وزير التعليم العالي هو ذو حقيبه السي، ويعمل في اطار منظومه حكوميه على الحكومه برمتها ان تتحمل مسؤوليتها كامله في ايجاد حلول ناجعة، وعلى نواب الأمة، يعني نواب الأمة هم تنوبوا علينا كمواطنين المغاربة في قبة البرلمان وتدافعوا عن المواطن. ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع على هذا الملف داخل قبة البرلمان لإرغام الحكومة على تبني هذا الملف وإيجاد حلول ناجعة، ولما لا إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا قصرا في الجامعات والمعاهد العمومية على اعتبار أنهم مواطن مغربة، والحق والقانون الدستور المغربي ينص في أحد فصوله بأنه التعليم من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المملكة المغربية، وهادو كمواطن مغربة رجعوا قصرا إلى أرض وطن، وينبغي الحكومة أن تتعامل معهم بشكل استثنائي ضمان لمستقبلهم وضمان لما قد لهم في الدراسة، وبالتالي استكمال دراستهم والعودة بهذا الملف إلى يعني نقطة النهاية ويطوى هذا الملف نهائياً.